بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بحضراتكم، أحمد شوقي في التحليل الأسبوعي للكورسات من 1 إلى 5 فبراير. بسم الله نبدأ الآن. باوند أسترالي ما زال الترند إلى الآن صاعد، ولكن الشيء السلبي على الترند الصاعد وهو لمس السعر لمنطقة السبلاي المنثلي وهذا الهبوط الحدث حاليا. بالنسبة لي فريم الويكلي ما زال أيضا الترند هابط وشموع الانجلف تتكون، نرى المزيد من الهبوط، المزيد من البائعين وبقوة بشراسة. في حالة اختراق هذه المنطقة سيحصل عندنا هبوط إلى مستويات 1.94 كهدف أولي، وأتوقع الهبوط والسبب في ذلك شموع الانجلف اللي واردة عندنا. والملاحظة لو من خلال هذه الدائرة المرسومة لو نعد فيها عدد شموع الانجلف الابتلاعية البيرش نلاحظ انه شموع كثيرة، شموع تتزايد او شموع تأخذ قوة دائما، مومنتوم وزخم. فأتوقع المزيد من الهبوط في حالة تم الكسر، ننتظر الكسر. ونحن دائما في استراتيجية السبلاي اند ديماند امبالانس متاجرين بول باك ارتدادات، كلما كسرت منطقة تصنع منطقة جديدة، وبالتالي ننتظر منها التأكيد وننتظر منها لمس المنطقة والدخول معها سواء بيع أو شراء كما حصل. هذه المنطقة اخترقت هذه الديماند، وبالتالي عندما هبط السعر ثم عاود تم لمس المنطقة وبالتالي حصل الهبوط وهكذا. فنحن دائما متاجرين ارتدادات، ننتظر لمس المناطق والمتاجرة عليها. فريم 4 ساعات أتوقع المزيد من الهبوط في الفريم وفي الزوج في حال تم لمس المنطقة كما حدث معنا. لو لاحظنا في الأمر تم الهبوط، تم كسر هذه منطقة الطلب من منطقة العرض الموضحة، ثم السعر هبط، تم لمس المنطقة بارتداد ثم الهبوط. ربما إذا تم صعود السعر إلى هذه المناطق البيع يكون جيد نوعا ما. أوكي، إذن شورت بيس على هذا الزوج باوند كندي مونثلي أب ترند، ولكن ربما في حال إغلاق الشهر على هذه الشمعة الابتلاعية الهابطة ممكن أن نرى المزيد من الهبوط، نرى المزيد من الهبوط في حالة إغلاق الشمعة على هذا الشكل. لو نلاحظ الشمعة الابتلاعية في حال تم الهبوط بهذا الإغلاق الشمعة بهذا الشكل، المزيد من الهبوط إلى مستوى 1.90 هذا الذي نتوقعه، ولكن نحتاج تأكيد أخير وهو كسر اللو لهذه الشمعة للمزيد من الهبوط. في حال كسره المزيد من الهبوط وهو آخر تأكيد بالنسبة لعمليات البيع. أوكي، ويكلي لو نلاحظ شموع الانجلف شموع بيرش انجلفينج اسبوعين على التوالي ابتلعت اكثر من 5 شموع سابقة، وهذا يدل على قوة البيع وقوة البائعين. طبعا في حالة اختراق هذه المنطقة المزيد من الهبوط الى هذه المستويات، لانه لو نلاحظ ربما اول منطقة يقابلها السعر هذه المنطقة كمنطقة ارتداد ثم هذه المنطقة. اذا نتوقع المزيد من الهبوط في حالة كسر منطقة الويكلي الديماند، في حالة كسرها المزيد من الهبوط. اوكي، ديلي الترند هابط، ترند الديلي في حالة اخترق هذه المنطقة ونتوقع احتراقها، تم لمسها المرة الأولى وهذه المرة الثانية، اللمس للمرة الثانية في منطقة الديماند ديلي. بالتالي في حالة كسر هذه المنطقة مع أول ارتداد نبدأ في البيع بإذن الله تعالى، والله أعلم. باوند فرانك مونثلي سبلاي إن كنترول ويكلي، السعر الآن سيكون قريب من منطقة السبلاي الويكلي، ننتظر منها كونفرميشن للبيع
على الفريمات الأصغر ديلي. ننتظر كونفرميشن من هذه المناطق للبيع إلى هذه المستويات. هذا هدفنا، هذا هو التيك بروفيت حاليا إذا حصل لنا كونفرميشن في هذه المناطق. إذن البيع أقوى ولكن بالكونفرميشن. كونفرميشن اوكي. باوند نيوز ما زال الترند صاعد على الفريم المنطري، ولكن سبلاي كنترول منطري، وبالتالي فرصة هبوط السعر إلى هذه المستويات كما ذكرنا منذ حوالي شهرين سابقين أو أكثر. ويكلي في حالة كسر هذه المنطقة سنرى هبوط إلى هذه المستويات، هبوط قوية جدا، وننتظر الكسر والتأكيد. وما أيضا ما زال الترند هابط ولكن ننتظر التأكيد للبيع. وهو ما هو التأكيد؟ كسر هذه المنطقة على فريم الأسبوعي والمزيد من الهبوط، ونحن نتكلم عن احتماليات. أما على فريم الديلي لو نلاحظ السعر إلى الآن في تذبذب أو في رينج كما نلاحظ، لمس منطقة العرض ثم الطلب وهكذا، فننتظر اختراق هذه المنطقة للمزيد من الهبوط أو اختراق هذه المنطقة للمزيد من الصعود. إذن حاليا ننتظر التأكيدات. أنا لا أحب متاجرة دائما على consolidation no trend، لا أحبذ المتاجرة، أنصح بالتريث على هذا الزوج لأنه ربما يكلفنا استوبات كثيرة حتى نختنس فرصة عليه، ولكن أفضل عدم المتاجرة عليه. باوند ين ترند مونثلي هابط، ويكلي أيضا هابط، ربما نرى ارتداد من هذه المنطقة، ارتداد جميل ولكن نحتاج إلى الكونفرميشن على الفريمات الصغيرة. طبعا هدفنا في حالة الدخول بيع من هذه المناطق، هدفنا إلى هذه المستويات، إلى هذه المستويات. أوكي ديلي الآن السعر يواجه منطقة سبلاي فريش ديلي، فلا للشراء من هذه المستويات. الشراء هنا كويس ثم هنا، وأفضل المنطقة الأولى والثانية أي منهما، ولكن لا أفضل الشراء في هذه المناطق. لماذا؟ هنا مناطق بائعين أو يتواجد فيها البائعون بكثرة، فلا أحبذ البيع عفوا الشراء في مناطق البيع أو مناطق البائعين. أوكي يورباوند ذكرنا في التحليل على الورشة وفي التحليل الأسبوع السابق أيضا أنه ننتظر الكسر، عفوا ننتظر كسر هذه المنطقة للمزيد من الهبوط إلى هذه المستويات. ننتظر الكسر حتى تكون متاجرة آمنة أو بأقل الخسائر لا سمح الله إذا حصلت. يوروكاد لو نلاحظ قوة منطقة السبلاي أو مناطق العرض على الفريمات الكبيرة دائما قوة قوية جدا أو قوة كبيرة جدا. لو نلاحظ كمية الذل المتكونة أو كمية البيع التي حصلت في هذه المنطقة وتكون منها الذيل الرهيب. طبعا لو أغلقت هذه الشمعة على هذا الحال فهنا ممكن تحصل عندنا شمعة قوية جدا للانعكاس. أيضا على فريم الأسبوع حصلت عندنا شمعة الانجلف البريش، فكانت شمعة قوية جدا. في حالة كسر هذه المنطقة المزيد من الهبوط إلى هذه المستويات التيك بروفيت، ونتوقع الهبوط. ولكن تريد وات يو سي نوت وات يو ثينك، نحن دائما نتاجر بما نراه وليس بما نعتقده، ولكن الاعتقاد احيانا يعني يعزز الثقة في النفس وليس لحد الغرور. اذا ننتظر كسر المنطقة وهدفنا باذن الله الى هذه المستويات كهدف اولي. اوكي هذا بالنسبة لليورو كاد. يوريان حصل فيه ارتداد من هذه المنطقة. طبعا احنا كان عندنا منطقة ديماند لو نلاحظ حصل عندنا لمس لآخر مستوى لمنطقة ديماند، وربما تتكون معنا شمعة همر على الشهري، وهذا يدل على رغبة المشترين في دفع السعر إلى الأعلى.
ايضا تم لمس السعر لمنطقة ويكلي ديماند، وهذا الرياكشن الحالي الذي حدث في حالة كسر الترند ربما نحصل على مناطق جيدة للصعود، ولكن حاليا السعر بدأ يتفاعل مع لمس الترند، وهنا لا ننصح بالشراء، هنا لا ننصح بالشراء لأن السعر لمس منطقة لمس هاي تايم فريم ترند. ربما إذا حصل تأكيد على هذه المستويات يكون البيع جيد، إذا حصل كونفرميشن في هذه المستويات أو في هذه المنطقة يكون البيع إلى هذه المستويات، وهذا هو التيك بروفيت في حالة تم التأكيد للبيع. طبعا نحن عارفين التأكيد هيكون على الفريمات الصغيرة كما في العادة. أنا الأسبوع الماضي بعت من هذه المنطقة، السعر هبط كهدف أول إلى هذه المستويات، هنعمل بريك إيفن مع بداية الأسبوع وسنرى بإذن الله تعالى إيش اللي حيحصل يعني، ولكن في حالة كسر الترند لاين الصاعد المزيد من الهبوط إلى هذه المستويات نرى ونستمتع ونشاهد. أوكي يورو نيوزيلندي، السعر ربما يصعد لمحاولة لمس منطقة العرض الشهرية وبالتالي سيكون البيع هو الأقوى. أيضا على فريم الويكلي ما زال الترند صاعد ولكن قريب من كيرف البائعين، ولا أنصح بالشراء حاليا لليورو نيوزيلندي. على فريم اليومي ما زال السعر في تذبذب، ما زال السعر في تذبذب، إذا ننتظر كسر هذه المنطقة للوصول إلى هذه المناطق. إذا تم اختراق الديمان ديلي سننتظر السعر الوصول إلى هذه المناطق، أما في حالة كسر منطقة العرض المزيد من الصعود إلى هذه المستويات، والله أعلم، والله أعلم. أوكي يورو أسترالي ربما تكون من أفضل فرص الأسبوع هذا، والله أعلم. مونثلي أبترند ويكلي أبترند، ولربما يتم كسره عما قريب، ولربما نتابع الديلي. أنا لاحظت أنه شموع انجلف في هذه السيركل، لو رسمنا هذه الدائرة شموع الانجلف ورسمنا هذه الدائرة أيضا سنلاحظ أنه عندما تتكون شموع انجلف بريش بكثرة يلحقه هبوط، وهنا نفس الفكرة، فممكن أن نرى الزوج يصل إلى هذه المستويات. طيب الترند هابط، حصل معنا أيضا بريك آوت، أيضا لو ذهبنا إلى فريم 4 ساعات تم لمس المنطقة على فريم 4 ساعات وبدأ الهبوط، ممكن البيع حاليا في افتتاح السوق والستوب فوق منطقة العرض، ولكن سيكون الستوب كبير جدا ولا أفضل ذلك دائما، ولكن في حالة تكون مناطق عرض يتم الدخول معها بيع وأهدافنا إلى هذه المستويات، والله أعلم. أوكي فربما يصل السعر إلى هذه المستويات وهو الأرجح والأكثر أرجحية. أوكي هذا بالنسبة ليورو أسترالي. أسترالي باوند أستراليان عفوا تم لمس منطقة الطلب الشهرية وحصل رياكشن قوي جدا، ولكن ما زال الترند في الهبوط، في حال اختراقه المزيد من الهبوط إلى هذه المستويات نرى ونتابع. إذن ننتظر اختراق المنطقة للمزيد من الهبوط. الترند على الفريم الويكلي ما زال أيضا هابط يدعم الهبوط، في حالة لمس منطقة الأسبوعية ننتظر كونفرميشن على الفريمات الصغيرة والبيع بإذن الله تعالى. ديلي السعر الآن في منطقة عرض يومية، لا أنصح نهائيا الشراء بعد اللمس، أنصح بالشراء بعد الاختراق لهذه المناطق سيكون شراء جميل جدا، ولكن لا أنصح حاليا الشراء. لماذا؟ مناطق زون يعني يتواجد فيها البائعين بقوة السيلرز، فمخاطرة أو ريسك عالي جدا عندما يتم البيع في هذه المناطق. أوكي إذن شورت بيس على الأسترالي ين أسترالي كندي تم لمس سبلاي مونثلي وكونسوليديشن على الفريم الشهري،
على الفريم الويكلي ما زال الترند صاعد. الآن نحتاج اختراق هذه المنطقة للوصول إلى هذه المستويات، ثم الوصول إلى هذه المستويات، وأتوقع سيتم الاختراق هذه المنطقة، ولكن نتابع حتى يتم ذلك ويتأكد فعليا. ديلي كما ذكرنا في حالة اختراق هذا اللو المزيد من الهبوط، وسيتم تكوين ترند هابط، ثم المزيد من الهبوط الى هذه المستويات كما ذكرنا. اذا شورت بيس على الاسترالي كاد، استرالي نيوز، مونثلي كونسوليديشن، سبلاي كنترول، ويكلي، الان هاي ان ذا كيرف، سيلرز هير. الان نحن قريبين جدا من اعلى الكيرف ومن مناطق البائعين بقوة الاكستريم. في حالة لمسة وتم التأكيد او الكونفرميشن من الفريمات الصغيرة، المزيد من البيع بإذن الله تعالى. لو نلاحظ في بداية لمسة المنطقة اليومية حصل معنا رياكشن جيد نوعا ما، وهذا يدل على ربما وجود البائعين، لكن ننتظر الكونفرميشن على فريم 4 ساعات. الكونفرميشن إما أن يتم كسر الترند لاين أو أن يتم اختراق هذه منطقة الطلب. في حالة اختراقه إذن مع أول مناطق عرض متكونة حيتم البيع بإذن الله تعالى. أوكي، نيوزيلندي كات، مونثلي داون ترند، سبلاي كنترول، وهذا يدعم جدا البيع. ويكلي لو نلاحظ بعد لمس منطقة الويكلي ماذا حصل؟ شموع انقلف. أتوقع الوصول إلى هذه المستويات، وهي مستويات 88 exactly. الآن السعر في مسيرته إلى 88. الآن أيضا على الفريم اليومي الترند ما زال هابط ويدعم الهبوط. أول محطة ربما يحصل فيها ارتداد هذه المستويات، ثم الوصول إلى هذه المستويات. إذن ندعم الهبوط شورت بيس وبقوة على هذا الزوج، أيضا من الفرص اللي ربما ستكون جميلة جدا على هذا الزوج. هذه المنطقة اللي احنا دخلنا عليها الأسبوع الماضي، والحمد لله تم الهبوط إلى هذه المستويات كما ذكرنا في الورشة وكما كان التحديث الأخير. نيوزيلنديا مونثلي داون ترند، ويكلي أند سبلاي كنترول، يعني عندنا داون ترند والسبلاي مونثلي كنترول. ربما يصعد السعر لاختبار الواو تريد والمزيد من الهبوط. إذن في حالة لمس المنطقة يتم البيع على الفريمات الصغيرة. أوكي، ديلي السعر كما ذكرنا لكم في التحليل السابق واجه مشترين، وهذا هو كان الدليل، الذيل المتكون بهذا الشكل. عندما هبط السعر أيضا كون ذيل آخر على شمعة همر والمزيد من الصعود، ربما نرى السعر إلى هذه المستويات. طبعا ممكن هنا نعلق أمر بيعي set and forget من هذه المنطقة والمزيد من الهبوط. أوكي، كاديان monthly down trend، ولكن تكونت شمعة همر مرعبة جدا على فريم المنثلي. إذن نحذر من البيع حاليا إلا بلمس السعر مناطق قوية جدا على فريمات كبيرة. أيضا الآن السعر في مناطق جدا جميلة للبيع، ممكن الدخول معها بيع، والذي يدعم البيع هنا الترند الهابط، أيضا زائدا السبلاي كنترول الويكلي، أيضا ممكن البيع من مناطق اليوم. البيع ممتاز على ما أظن، ولكن الحذر في البيع بالبريك ايفن، يعني دائما نلاحظ الستوب لوز ونحجز ارباح، لان كما لاحظنا على فريم المنثري الذيل المتكون لا يطمئن، فالسيناريو ربما يكون تريكي او مخادع. طبعا في حالة كسر الترند او اخترق هذه المنطقة المزيد من الهبوط والبيع في كل مناطق عرض متكونة على فريم 4 ساعات. هذا ما نختم به في نهاية
التحليل الأسبوعي للكروسات، أتمنى شهر بإذن الله موفق للجميع وصفقات خضراء. سيتم التحديث كما عودناكم في الورشة بإذن الله تعالى ومناقشة الفرص ومناقشة الأسئلة دائما. أتمنى لكم التوفيق وحظ سعيد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.